بكم من جديد وأجدد التحية بضيفي الليلة إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية. أستاذ إيهاب، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الطروحات، وأكيد قارنا ما بين طرح راميدا وطرح فوري اللي كان ناجح جدا. كنت بتشرح لي من لحظات التكنيك الخاص بطرح الشركات أو الأسهم الدفاعية والأسهم الهجومية، قول لنا أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم مرة تانية. يعني زي ما قلت حضرتك في الفاصل، أن لازم أي مدير طرح بأدرس السوق في الوقت اللي أنا هطرح فيه. أنا مش عايز أتكلم على طرح رميدة تحديدا، لكن خلي كلامنا يبقى بشكل عام، أن الوقت اللي تم طرح فيه شركة رميدة السوق ما كانش مهيأ لشركة في هذا القطاع. صحيح هي قطاع دفاعي وكل حاجة، لكن لما تيجي تقارن بشركة زي فوري مثلا، لو كانت اتطرحت في وقت زي ده مع احتكاك الناس بيها، مع كل الناس عارفاها، رجل الشارع العادي عارفها، المستثمر عارفها، لأنه بيتعامل معاها بشكل شبه يومي. فبالتالي صحيح. الاسم نفسه لوحده عمل عليها إقبال، لكن دائما نسمع أنه القطاع الطبي والدوائي صحيح. من القطاعات الهائلة في الكلام ده. لو أنا داخل استثمر في هذا القطاع في هذا التوقيت، أو في قطاع أو في وقت، يعني يكون الـ 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 العوامل كلها بالضبط. لكن لما يكون السوق ما فيهوش نشاط وما فيهوش سيولة، لو نزلت له ايه مش هيقدر يستوعبه. يعني ما هي مش احنا بنقول حسن السوق ولا حسن البضاعه، فهي دي المشكله. بعيدا عن كون السهم جيد او غير جيد، لكن الوضع العام كله يحتاج عشان انزل شركه، يا اما شركه مسمعه ولها اسم كبير جدا، مع كامل الاحترام لشركه رميده طبعا، لكن انا اقصد ان تعامل يومي مع الناس، يعني الناس عارفاها، او شركه مثلا تابعه للدوله زي مثلا بنك القاهره مثلا. أو طيب، ما هي برنامج الطروحات المفروض وفقا لاخر التصريحات انه نترقبه في بدايه السنه الجديده 2020، هل هيكون اي حاجه اتغيرت من الظروف اللي بنتكلم عنها؟ لا، بس الطروحات الحكوميه تختلف شويه، وبرده ده احنا اتكلمنا فيه كتير قبل كده، لان في تعطش، يعني السوق في تعطش للطروحات الحكوميه، بس مش الطروحات الحكوميه اللي هي زيادات حصص اللي هي زي الشرقيه للدخان، لكن محتاج شركات جديده، بضاعه جديده. حضرتك اتكلمت عن بنك القاهره، فده يعني محتاج بضاعه جديده، ولو كان طبعا قطاع بنك طبعا، ده يعني قطاع البنوك ده عليه طلب غير عادي لوحده. فبالتالي طرح زي بنك القاهره هو ده اللي ممكن ساعتها نقارنه بطروحات في بورصات مماثله. طيب دلوقتي طرح ارامكو في السعوديه، وطبعا شركه بكل المقاييس يعني ضخمه، مش هنتكلم، ما بنقارنش شركة بشركة، لكن قطاع البتروكيميكالز أكيد مهم جدا، و يعني مفروض أنه إحنا في السوق المصرية نكون يعني نركز فيه. قطاع البتروكيميكال حاجة وأرامكو حاجة تانية، أنا عارفة، يعني لكن كل الشركات المرتبطة بالصناعات اللي ليها علاقة بالنفط، بالصناعات لكن مش استخراج وتكرير وكلام ده. فيعني ده يعني دي جزئية تانية مختلفة. لكن دايما كل الناس كانت بتقول أنه أرامكو مش هترفع بس شركات النفط، لكن كمان القطاعات المرتبطة بيها زي وغير المرتبطة حتى، وغير المرتبط. ليه؟ لانه بيجذب سيوله، لانه هيجيب سيوله حقيقي. للسوق حقيقي. فطبيعي جدا هيبقى فيه فوائض بعد الاكتتاب هتدخل السوق تاني. صحيح. ولو ما دخلتش كلها هيخش جزء. وده نفس اللي احنا بنعول عليه في طروحات الحكومه. ان لما يطرح بنك زي بنك القاهره، طبعا نسبه التخصيص مش هتبقى كبيره، وبالتالي هيعاد ضخ هذه السيوله او الفارق منها في السوق مره تانية. حضرتك عارف احنا بقى لنا قد ايه ما نزلناش طرح حكومي؟ من 2005، من 2005، من نهايه 2004 ما نزلش طرح حكومي، او من نهايه 2005 عفوا ما نزلش، من بعد مصريه للاتصالات. أيوة. فاحنا داخلين في 20 سنه اهو، او في 15 سنه عفوا، فما فيش اي شركه نزلت سوى الحصه اللي نزلت من الشرقيه للدخان فقط. فبالتالي السوق متعطش بالفعل. لو نزل حاجه زي، وبعدين انا لازم انزل دايما عندي في الطروحات الحكوميه زي ما بيقولوا ايه، يعني ال 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 زي الخلايجه، ما او اخواتنا الخلايجه يقول لك زبده الحتش، يعني الكريمه، الكريمه بتاعتي، يعني لازم انزلها، هي دي البدايه بتاعتي. والكريمه حضرتك شايفها طبعا بنك قطاع البنوك، قطاع البنوك لانه عليه طلب كبير، ولانه مش موجود كتير في السوق. هو يمكن بنك التجاري، والباقي كله يعني كقيمه سوقيه مش زي البنك التجاري. أوكي. وخرج كمان زي البنك الاهلي السوسيتي، وفي بنوك خرجت. فبالتالي بنك زي بنك القاهره لو بدانا بيه، وان كان يعني احنا بنسمع ان هو هنبدا بيه من 2016، لكن انا بقول
يعني فرضا لو قدرنا نبدأ بيه حتى لو السوق غير جيد، السهم ده أو البنك ده قادر على جذب سيولة داخلية وخارجية في ظل الوقت الحالي، بس لازم قبلها نحل أزمة الضرائب، لأنه هنعرض الطرح ونعرض برنامج الطروحات كله لمخاطر إحنا في غنى عنها. مجرد إعادة النظر في فكرة الضريبة دي كلها والكلام الكتير ده اللي هو بتاع 4 مليار جنيه ده، طرح ولا طرحين يجيبوا ال 4 مليار جنيه دول. طيب ايه يعني الوزارات اللي احنا بنتكلم عنها، الوزارات المعنيه والهيئات المعنيه شغلها ارقام وتحليل ارقام، الرساله ازاي ممكن توصل وازاي الاتفاق ما بين المجموعه الاقتصاديه يعني يسفر عن شيء جيد للبورصه؟ لا تعليق. لا تعليق يعني أوكي. مش عارف اقول ايه بصراحه، لكن يعني زي ما احنا شرحناها كده وعلى الجميع ان هو يراجع الارقام طيب. اللي احنا بنقولها خلاص الاراء كلها موجوده واكيد يعني اكيد هو دي الارقام اللي موجوده في الموازنه، احنا ما نجيبش حاجه من عندنا، دي الموازنه بتاعه وزاره الماليه. اوكي خلاص احنا قلنا كل بالظبط كده في الموضوع ده. خليني اعرف ايه راي حضرتك او توقعاتك في اللي هيحصل لحد اخر السنه، هل نتخيل اي جديد ولا لو حصل هيبقى حاجات ارتدادات تصحيحيه لفوق قصيره الاجل؟ لانه من الناحيه الفنيه بقى بدات تظهر بعض الاشارات اللي بتقول ان في تباطؤ في العزم، سواء في المؤشرات الرئيسيه للسوق او حتى في احجام التعاملات، يعني بدا يحصل في نشفان في احجام التعاملات اللي هي الشرينكينج الرهيب ده والتراجع الحاد جدا، ده معناه انه يعني بدأنا نقترب من تكوين قاع قصير الأجل أو ممكن نقول متوسط الأجل. فبالتالي لو حصل وتم تكوين هذا القاع وحصل الارتداد، خاصة أن احنا عند مناطق مقاومات قوية جدا سواء 13380 حتى وإن نزلنا تحتها شوية النهاردة، أو 13200 أو 170 اللي هي بعد المستوى ده في مؤشر EGX30، دي مستويات قوية جدا، طبيعي جدا أن احنا ممكن يحصل من عندها ارتدادات. الارتدادات دي ممكن نتوقع أنها توصل لحد 13,814,000، لكن كتغير في الاتجاه او تغير في سلوك السوق او في قيم واحجام التعاملات ده محتاج محفزات حكوميه بالاساس. وزي ما قلنا مش هتكلم بشكل عام بقى زي ما اتكلمنا كتير، لكن على اقل تقدير يكون في حل لموضوع الضريبه ده في اسرع وقت ممكن علشان يبقى هو الحقنه البدايه بس مع المحفزات اللي اعلن عنها البنك المركزي. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه على حضورك. شكرا معنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وننهي معكم حلقتنا بهذا التقرير، كيفيه استغلال الموارد المتاحه ورفع كفاءه العناصر البشريه لتحقيق التنميه الاقتصاديه المطلوبه وفقا لاستراتيجيه 2030، بنود ركز عليها المؤتمر السنوي الخامس الذي عقد في أكاديمية السادات منذ أيام قليلة. المزيد في هذا التقرير. الاقتصاد العادل والتخصيص الأمثل للموارد كان محل اهتمام الخبراء الاقتصاديين في مؤتمر نظمته أكاديمية السادات للعام الخامس على التوالي. الاقتصاد العادل وأمثلية تخصيص الموارد يعني أهم حاجة فيه أن أنا بمشي على بعدين، أن أنا عايز أحقق الكفاءة في تخصيص الموارد، أحقق أكبر إنتاج ممكن، أقل تكلفة، أحسن جودة، أكبر ربح، وفي نفس الوقت أحقق العدالة في توزيع الدخل للمواطن العادي. 7 جلسات تضمنها المؤتمر شملت مناقشة عدد من المحاور، منها التخصيص الأمثل للموارد في ظل اقتصاد عادل والتطور الفكري للاقتصاد العادل، بالإضافة إلى دور السياسات الاقتصادية والأثار الاقتصادية لكفاءة تخصيص الموارد. العدالة الاقتصادية دي الاقتصاد عندما يتم بناء على عدالة بيتقدم وبيحصل نوع من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، للشعور بالعدالة يجعل الإنسان راضي ومطمئن. جهود الحكومة بتهدف إلى خلق الظروف المواتية للاقتصاد العادل. احنا بنقول إن توفير أو العدالة في الفرص الاقتصادية دي من أهم الأشياء. مؤتمر سنوي ضم حضور من علماء وقامات الفكر الاقتصادي في مصر والعالم العربي للخروج بتوصيات من أجل تحقيق الاقتصاد العادل من خلال هدف التخصيص الكفء للموارد وهدف العدالة في توزيع الدخل بما يعود بالنفع على الفرد، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المجتمع بأكمله.